معكم، مرحبا بكم يا حبابي في قناه نشاط سريالي. هذا اليوم جبت لكم اكله تقليديه كالعاده كما وعدتكم، وتقليديه وقديمه تاع الناس العاصمه وضواحيها، كما دائما نقول لكم تاع الناس لاميتيجا، اللي هي المعويشه. المعويشه هذه سي تامبلا ا باس دوبرجين، يعني اساس هذه الوصفه هي البدنجر، ما فيش غيره. اوكي دونك وعلاش سموها هي معويشه؟ دوك بعد كي كنديروا نوريكم لي زانغغيديون نقصروا ونقول لكم علاش هي معويشه هذه. بون فوالا، الوغ لي زانغغيديون برينسيبال كيما قلت لكم، برينسيبو كاين الباذنجان، عندنا هنايا تقدر زوج حبات ثلاثه، يعني كيما حبيتوا البنات. ديروا، انا درت لكم المقادير تاع حوالي واحد الرطل هنايا ولا 600 غرام، خاطرش كاينه هذه ثاني درت كمشلي قلت نرفدها. فوالا دونك حبيبه باذنجان. هنايا درسه، راك تشوفوا المهراز هاوليك سيدي هاوليك الله الله. دونك انا حندرس راس الثوم، الارجح اني مانيش حندير هذا الراس كامل، لا دوك نشوف عينيا ميزاني بالك ندير نص منه باسكو ما كاش بزاف كوم باذنجان. الوغ الكرويه، العكري، طبعا الملح كالعاده، درسه عاديه البنات. هنا كاين اللي يديروا لها حميصه وكاين اللي ما يديرولهاش كيما حبيتوا البنات، داكوغ. وهنايا فلفل قناوه، هاوليك واحد راني شمختو دبلتو في الماء سخون، دوق نحيه من الماء وندرسوه مع الكرويه والملح. فوالا كاين كانيت حبيبه طوماطيش اللي يحب. اوكي هي ما تندرلهاش، انا نفضل نربي هاد الحبه، ديجا راهي ملحمه شابه وقتها هاديه. سي فاكولتاتيف، انا نحب المريخه كي تجيني شويه دقيق لها هكذاك. هذه مسألة شخصية، نعاود ونكرر، الطوماطيش اختيار شخصي، في الأصل ما يندرلهاش، باسكو راني يعني بزاف نسمع انتقادات على الطوماطيش، ويا حبذا يكونوا كانوا انتقادات، يعني كما يقولوا جونتيمون كدا من هي بعض الناس، يعني كما يقولوا الميشونستي غراتويت، على جا المغرفة طوماطيش كونسونتخي ولا جا الحبة طوماطيش، عندهم ما سمعوني، سامحكم والله يعني. اوغوزمون كاين بعض، يعني بعض الأخوات الرائعات اللي راهم يطلعوا لي المغال. بون بغيف، يعني صراحة بين قوسين بين واحد يجيب لك وصفة معوجة كومبليتمون وما عندها لا ساس لا راس، ولا يجيب لكم ويفرحوا بهم ما يقولوا له والو، واحد يجيب حاجة تقليدية ويزيد شوية طوماطيش ولا يزيد كيما أنا حنزيد هكذا ويسبوني، سا سي بون بدون تعليق يعني. مي أوغوزمون يعني ناس ملاح كاينين. نرجع للمقادير، حبيبة طوماطيش إلا حبيتو ديرو، ما حبيتوش ما ديروش، الوصفة الأصلية ما فيهاش. فوالا راني قلت لكم هذا اختيار شخصي. حشيش مقطفة، فوالا بون ماشي ربطة، ميم با شوية برك من بعد تشوفو، إي شوية روز باش نحطو من الفوق. كيما قلت لكم ديجا الأساس تاع التبيخات في العاصمة توجور، باسكو هادي سي أنتي بو تبيخة تاع باذنجان، كاين لي يسموها بتبيخة باذنجان على فكرة، يديرو الروز وحشيش مقطفة، ياك البنات خدوها قاعدة، التبيخة توجور الروز وحشيش مقطفة. فوالا ان شاء الله ما يكون نسيت والو. دونك واش نديرو، نروح نسبق قشرتويمه تاعي، نهرسها نديرها في المهراز مع الكرويه والملح، نقشر باذنجان. بين قوسين عفوا الحميصه طايبه شويه البنات، اوكي خاطرش انا كي نكونجليها ما نكونجليهاش طايبه، نكونجليها هكذاك باسكو على بالكم تعرفوني لي موفين بيان جوتيليز بزاف لا كوكوط، بصح في هاد الوصف ماشي حندير كوكوط. دونك طيبتها هايليك ثلاث اربع سلق هايليك باش تكمل طيبها شويه، على بالكم باذنجان ما فيهاش الروح تمتم طيب. دونك فوالا دو بريفيرونس الا داتو الحميصه ديروها طايبه. فوالا البنات يلا نروح نسقم حوالي ونعاود نرجع. هايليك يا بنات انا قشرت الثوم تاعي، اوكي هامليك وفان كونت ما درتش هذاك الراس كامل، درت واحد ثلث ارباع تاعو، قلت لكم باذنجان ماشي قليله شويه ريلاتيفمون. دونك راح ندرسها مع الكرويه ومع الملح وطبعا مع هذا فلفل القناوه اللي كنت كما شفتوني شمختو في الماء دافي واحد نصف ساعه تقريبا قبل ما نبدا الفيديو. اللي تحب يكون يقعد يجي حر درسه حره، كاين اللي يخليوه بزريعته، انا ما نحبش الزريعه هذه نحيها شغل نعيفها شويه سمحوا لي على لو تيرم. وكاين ولا ديروا هذاك في القناوه هذاك الصغير هذاك فريمون يجي حره، هذا اللي غلاتيفمون دو ما حر بزاف ما صامد. فوالا دونك ندير الفلفل القناوه تاعي، فلفل دريس كان يقولوا فلفل دريس كيقولوا في القناوه. فوالا الثوم، الكرويه، الملح،
اي الملح العكري اللي من بعد نديرو في التقليه. فوالا بلات انا مانيش حن ندرس هنا فوق الخامه راكو تعرفوا سي ان بو دونجورو، نروح ندرسها قدام الطاقه ونرجع لكم. هاي لك يا بنات، هاي لك الدرسه، شبالا يتبان لكم مليح كلش تمحق. هاوليك ابغي نوريكم فوالا. خذوا هذا المبدا بنات، الدرسه تاعنا دائما نحلوها بشيما. فوالا فوالا هكذاك. شوفوا هذا فنجاله يبان كبير بصح هو فنجاله. فوالا البنات اللي ما عندهمش المهراس ماشي مشكل، حكموا الثوم رابيوها، خلطوا لها الكرويه كما اللي درتها من قبل والعكري، ولا حبيتوا زيدوا الى عندكم هذاك الفلفل دريسي يكون اون بودغ حار ديرو، ولا ما عندهاش دير شي هريسه سي با غاف. دبروا راسكم، ما هي في الاصل هذه هي، دائما نحاول نقرب لكم الوصفه الاصليه دائما باش ما نبعدوش بزاف على الوصفه الاصليه. فوالا دوك نروحوا نديروا التقليه تاعنا. ايه والى رابيتو الثوم قلت لكم كيما مرة نقول لكم دائما توجور زيدوا شيما في التوابل، عمركم ما ديروا التوابل في الزيت هكذاك وتشعلوا النار ومع الثوم وتنحرق، لا لا ديروا كيما درت هنايا يعني نفس الفكره، ديروا الزيت ديروا التوابل تاعكم وحلوهم بشيما باش ما ينحرقوا لكمش. فوالا دوك نروح ندير التقليه تاعي. كنت نسيت في الم... في ال... في لي زانغغيديون ما قلت لكمش على الزيت، طبعا دائما ننسى حاجه تعرفوني. دونك انا راح ندير شويه زيت شويه سمن البنات، ديروا كيما حبيتو. هاد الوصفه على بالكم وصفه تاع زمان هادو تبيخات كدا ملها يحبوا الزيت البنات، ما ديروش مغير زيت وحده باسكو سي با بون، تجي كيما نقولوا تجي مزرقطه تجي زغلي ولا ما يغلي، لا لا ديروا لها زيتها بيان تحبوا، بالك ديروا زيت زيتون الا حبيتو تجيكم بنه، مي في الاصل ما يديرهاش زيت زيتون يعني، انا نقول لكم نتوما دبروا راسكم. فوالا شويه زيت وشويه سمن هنا ندير الدرسه ديالي بسم الله. فوالا العكري دائما انا نحب نديرو من بعد البنات سنو سخن يدوب هاد السمن اكسيتيرا باش على فان تقلى شويه باش ندير لها العكري، على بالكم العكري لا تحرق يولي مر يدور علينا. يا حبذا اللي عندكم هذوك لي الاخر لا بيوري تاع الفلفل الاحمر حلو هذيك اللي خدمنا مره منها، درت لكم فيديو عليها لي كوب تاع كيفيه تصبير الفلفل الحلو، انا خساره خلاص لي بصح بهاد اليومات ان شاء الله راني نعاودها نذكر نفسي واياكم، او تخلي الفلفل الحلو البنات خلي يرخص شويه ونشريو ان شاء الله ونخدموه. دونك انا خلاص لي للاسف، بصح لو كان كاين ارميو ان كوب ولا اون كويير الا درتوه معجون هكذاك يجي روعه روعه، نحطها فوق النار هاديك تتقلى. دوك ندير العكري تاعي ما تغلبنيش، قلت لكم اللي عندها لي كوب هذوك تاع الفلفل لا بيوري تاع الفلفل الحلو يا حبذا ديرها، انا للاسف للاسف ما عنديش. دوق ندير لا طوماط تاعي اللي حبت البنات، انا نقول لكم فاكولتاتيف هذه زياده لمسه شخصيه. فوالا وش يحشيش مقطفه كاين تاني اللي ما يديروش في هاد اللحظه يديروا على فان كامل يعني كيطفيو على الاخر فاصون مزاد نزيد لها مي بون، انا نحب كي باش طيب تطلق لي نحب ريحه الحشيش هكذا كيطيب كيما حبيتوا البنات، هذه تاني لمسه شخصيه تحبوا ديروا دوق تحبوا ديروا من بعد على فان كي يكمل الطاجين تاعنا يطيب كامل اون فال بارسومي. فوالا نزيد حبيبه الحميصه تاعي باش يشربوا شويه هذيك التقليه، لو طون يحنقشر باذنجان ودوق كنقشر باذنجان نقطعها معكم ونقصروا على المعويشه هذه. فوالا نخليها غير بلاقل ابتيفه يلا. فوالا بنات نقطع دوك الباذنجان تاعي هنايا، هاي لك مليحه نشوف فيها ماشي مزرعه.
القطع كيفاش يكونوا مويان. شوفوا البنات الباذنجان تذوب، دونك ديروهم صغار تروح تترغدن وتوليكم من بيوري ولا عصيده تولي تنعف وما تنتكلش. دونك حاولوا ديروا طرف شويه كبيبرين باش كي يذوبوا شويه يجيو سوا سوا. لازم نحسوكم هم بلي ليغوم في الطاجين تاعنا. هايلك تقريبا هكذا، ها شوف بلا يتبان لكم، استناو نديرها في يدي باش تبان لكم. هايلك تقريبا هكذا، فوالا بنات حاولوا تكونوا هكذا فوالا. الوغ نقطعوا انصومبل باذنجان، نحكي لكم على المعويشه شكون هذه. ايبا يقال انه زمان عبالكم زمان كانوا ياكلوا بزاف اللحم، الجزائريين معروفين انهم ياكلوا اللحم سواء الغنمي سواء البقري. ناس القبائل معروفين ياكلوا البقري، وناس العصيمه ايتو معروفين ياكلوا الغنمي، وتقريبا جل الاطباق باللحم. وشنو هي المعويشه هذه؟ سيده عويشه عصيميه قد مسكينه قدها على قد روحها، يعني على قيسها كما نقولوا. البوفي با سبيرميتر يعني تشري لحم كما الناس كامل كما الناس، يعني واش قدرها ربي. بدات تخمم، انا انفونتي اي باري انا انفونتي بزاف لي بلا، اخترعت بزاف اطباق اللي ما فيهمش لحم فوالا، وعليها سماو يما عويشه تو سامبلومون. هذه الحكايه والله اعلم، يعني هي بنات لي عفوا يقولوا لنا، انا هذه الحكايه نعرفها. وهذا الطبق يا بنات عنده تسميتين، عنده يما عويشه وعنده دويرة اسمه دويرة عويشه ياك. دونك كسوا يما عويشه كسوا دويرة عويشه، وتكون كما شفتوا التقليه بالكرويه ويجي كتبيخه. اوكي كاين حاجه البنات ان با كونفوندر، ما تخلطوش بين المدربل اللي يندير تانيك بالكرويه وشنو الباذنجان، ما تجيش هكذا خضره تنقلى ويندير له الدرسه تاع الكرويه وينجي باللحم. هذا كيعيطوا له المدربل، باسكو جي في بوكو دو فيديو ما نكذبش عليكم سي دو نيمبورت كوا. وعلى بالك كاين بزاف في شاطروني الراي يكونفوند، يديروا هادي يعيطوا لها المدربل، المدربل يقولوا له يما عويشه. نو نو انا نحاول ان شاء الله اني يعني هادي حاجه تاع الكبارات ماشي انا اخترعتها كما يقولوا دو ميغون في، وزدت سقسيت الناس الكبارات وزدت، يعني انا اولا لا ريفيرونس تاعي هي امي كما قلت لكم. وكان واحد النهار ثاني مشتركه عزيزه عليا بزاف نحييها هي ام عاد، قالت لي حنا في البليده نديروا ان بلا يعيطوا له كبده القليل اللي هي هذه بصح، يعني كي عطاتني الوصفه عطاتها لي نفس بالضبط واش راني ندير، فقط هي قالت لي بالكمون. هذه ما على باليش يعني دارت درسها كيما نقول لكم، دارت سواسوا بلوتو انا درت سواسوا كيما هي صف انا درت الكرويه وهي قالت لي نديروا الكمون، يعيطوا لها كبده القليل. ناس البليده فوالا انا قلت لكم قولوا لي يا بنات قولوا لي اسكو ديروا هكذايا، يعني جبت لكم كامل كيما شغل لي بوسيبيليتي. اوكي تاني رزمه يما عويشه، رزمه يما عويشه كوم سون لون لانديك رزمه سافا دير سي اون مول سي اون كيفاش يهضروا على الرزمه اون فرونسي نسيت اون بورس فوالا شغل بورس بصح باه يندار ماشي بالباذنجان تندار بالكرمبيط. هذه كاش راه نديرها لكم، وهذه فكرتني فيها مدام فيفي منك اللي نحييها هي اللي قالت لي عليها واستاذنتها وان شاء الله نديرها على طريقتها. يعني هذيك الوصفه حنا نعرفوها نديروها بصح ما نسميوهاش رزمه تيم عويشه. دونك فوالا انا قلت لكم كامل الاسماء توسكي عويشه راكو تعرفوها من. وكاين ثاني وصفه واحده اخرى يا بنات كيما هذه كيما قلت لكم الدرسه تاع الكرويه بصح ما فيهاش الحميصه وباذنجان تنقلى كيما راكو تشوفوا فيها تنقلا ويديروها ديريكتومون. انا نفاس نديرها لكم كاش نهار يديروها في التقليه كيما نحن ندير ويديروا لها الخل. هذيك ثاني سي كيفاش يعيطوا لها الزعلوكه المدربل بالزعلوكه بيان كو يندير لهم الكرويه بصح يندير لهم الخل باسكو او بيان تقلي الباذنجان او بيان تشويها كيما درت لكم في واحد لا فيديو تاع العام اللي فات درت لكم الزعلوكه بصح مشويه ولا تنقلا قلت لكم هذيك ما نديرها لكم. وكاين اللي ما يديرلهمش الخل اللي كي تبيخه لو برينسيپ تاع التبيخه يندير حشيش مقطفه هكذايا كيما رانا حنديروا اليوم.
اوكي. الوغ مرفض لكم، مرفض لكم نسميو الاطباق باسمائها، ما نخلطوش، كل حاجه كل حاجه باسمها، كل حاجه على قنيها، ونطيبوهم وناكلوهم ونعرفوا اسماواتهم. فوالا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. يلا نروح نديرها في الطنجره تاعي. اتو تسويت. فوالا البنات، هاي تقلات بيان، دوق مرق شويه، فوالا شويه بركة، فوالا ما سخون، فوالا ونحط الباذنجان تاعي. انا ندوق الملح. بسم الله. فوالا ونحط الباذنجان تاعي. فوالا ما تقلقوش باسكو الدوب باذنجان الدوب دوك تهبط كامل الدوب، سي با بروبليم. نخليوها طيب. فوالا بنات، نخليوها طيب شويه ومن بعد نرجع نديرها الروز، نديرها القسمه يزيد يتكتك معها شويه الروز. على بالكم الروز يطيب لازم شويه وقت يطيب، راعيو ماشي حتى طيب باذنجان 100%، كي تكون واحد 50% طياب نرميو لها الروز يكمل معها طياب اي وخلاص، وهي معويشه تاعنا وجدت. هاوليك يا بنات، بعد مرور واحد جازو مام با 10 دقائق انا زدت لها شويه الماء باسكو كانت شويه مضيقه، حسيتها شويه مضيقه. نستنوا لكم نزومي لكم. فوالا اوكي، في هذه اللحظه راهي قريب الطيب. هنا نسيت روحي شويه، نورمالمون مقبل شويه ندير الروز. هاكو تشوفوا هنايا الروز كيما قلت لكم مقبل حوالي 2 ملاعق. نسيت روحي لانني نحضر لكم في وصفه واحده اخرى تاع الكغاتان تاع الكورجيت، يعني راني منو من سمحوا لي اعتذر. دونك هاوليك 2 مغارف تاع الروز تقريبا. فوالا نحطوها يكمل طيابو ويشرب كامل هاد الكسي تاع المرقه، لانه ما تجيش عايمه في ما تجيش عايمه لاصوصه، تجي شربه بطبعها ياك، تجي مجمره كما نقولوا. فوالا نخليه ابتي فور نقص. فوالا فوالا ونخليوه يطيب يتكتك غير بالعقل. فوالا يا بنات، هاي اللي كيما عويشه تاعنا شربت الروز طاب. نظن انه هذاك هو باسكو الطاجين شويه يطلع على ليكيد ومن بعد كي تفيوه يولي ما كان والو. فوالا واللمسه الاخيره حشيش مقطفه. فوالا نطفي الفرنو. هذا هو الطبق راه يجد يا بنات تو سامبلومون بكل بساطه. نتلاقاو في التسقيه بعد شويه، خليه يبرد هاني يعني طفيته، شوفوا مازالو يتكتك. وهايليك كيفاش شربت. فوالا شفتو من قبيل هذاك الماء وكذا ملهيه. دونك فوالا هايليك شاربه، الله الله مجمره بالطبع. وهاوليك يا حبابي، هاوليك طبق عويشه كيفاش يجي كنسقيوه. طبق تقليدي محض جزائري 100% قديم. فوالا نديرو لاتوش فينال شويه حشيش مقطفه من الفوق. فوالا تاع التغمس اللي يحبوا التغمس اللي كي حالتي، هاوليك جربوها ما تندموش ان شاء الله. بنين بنين ما نقولكمش عسل، خاصه اذا كانت الباذنجان في وقتها تجي فريمون روعه. ان شاء الله تجربوه تنجحوا فيه وديروا لي تعليقات جميله. على فكره مازال طبق واحد اخر قديم بالباذنجان كنت نسيت ما قلتلكمش عليه من قبيل، اللي هو باذنجان بالفول، طبق ثاني كعسل رائع. اللي تحب دونك خيرو، تحبوا ندير لكم الكغاتان تاع القرعه ولا ندير لكم هذاك باذنجان بالفول في البروشن فيديو، قولوا لي في التعليق في التعليقات. يا نديرهم بين زوج بصح قولوا لي امل حبيتو يسبق. فوالا الخبز للتغمس طبعا، عاشقي التغمس اين انتم، هاوليك الطبق لكم هذا شويه حر بيان كو جات حره يعني. ان شاء الله جربوه تنجحوا فيه، وما تنساوش الميور شوز سون توجور لي بلو سامبل، ومعا للمحافظه على التقاليد. سلام الله عليكم.